يا اهلين وسهلين بالاعضاء. يا اهلا وسهلا، ممكن تعرفونا بحضراتكم؟ انا المهندس عبد الحسين حماده. اي نعم. عضو المركز الثقافي متحف دار السلام للازياء والارشفه. اي نعم. احنا اختصاصنا عرض الازياء والارشفه الخاصه بتاريخ العراق، تاريخ البلد. اي نعم. فاحنا انا جايك هسه بالزي الملكي او يسموه الزي الفيصلي. هذا الزي الملكي الملك فيصل الاول الله يرحمه استبدله بدل الطربوش التركي ايام الاحتلال العثماني. فمن صار الحكم ملكي عراقي استبدل الطربوش التركي بالصداره الفيصليه او الصداره الملكيه، واستمرت الى هذا اليوم. يا اهلا وسهلا بكم، شرفتونا، وان شاء الله المتابعين كلهم لايكات تجيء كلام حلو ان شاء الله مشجع. هسه راح اجيكم هسه واحد واحد، اي واحد يريد يحكي يتفضل يا شيخ. احسن تمر السلام عليكم. السلام استاذ الفاضل. اهلا وسهلا. نحن سعداء جدا لقاءك هذا في المتنبي هذا اليوم العام 2024. نحن فريق ازياء التراثيه في المتنبي. هنا. ونمثل ازياء مختلف طبقات المجتمع. انا امثل الزي الملكي. زي الملك فيصل الاول رحمه الله مؤسس وبان العراق. انظر استاذ الفاضل نفس الزي الخنجر والعقال المقصب. حسن سلمان خريج كليه الاداب قسم الاجتماع. كذلك ست انهار. ست انهار. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح مبارك وجمعه مباركه يا ربي. الازياء التراثيه مركز دار السلام انهار عبد الرزاق، نحمل هاي الازياء التراثيه لننقل التراث الى المجتمع باكمل. فحبيت يعني هذا الزي الهاشمي البغدادي العربي اللي لبسته كل الدول بهذا يعني الملهاج كل من حسب الفكره مالته. وانا اشكر منظمتي الاستاذ ثائر عبد الرزاق اللي هو نظم هاي الاحتفالات وهاي المهرجانات، والحمد لله والشكر ادت الى نجاح في كل مجالات، وصارت عندنا مشاركات في عده مكانات مع زملائنا واول مره مع وسط الرجال. شرفنا. السلام عليكم. السلام. الشيخ جمعة عباس محمد علي المباري. نعم. أنا أرتدي الزي العربي الأصيل. هذا الزي منذ قدوم الزمن احنا نرتديه، هذه ملابسي خاصة. لذلك احنا ما نريد هذا الزي يندثر مع مرور الزمن. فأنا أسبوع تلقاني ألبس قاط ورباط، وأسبوع تلقاني دائما أكثر شيء ألبس هذا الزي العربي. الزي العربي هذا احنا أجدادنا وأبائنا هم اللي ارتدوه، وإحنا نمشي على مسيرتهم، وإن شاء الله ما نريد هذا الزي يندثر مرور الزمن. إن شاء الله بوجودكم. شكرا جزيلا. إن شاء الله بوجودكم. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة. الأستاذ التراثي محمد صالح علي مثل الزي البغدادي نقول عليه، أو الصدارة الفيصلية والصدارة البغدادية اللي لبسوها الباشرات ولبسها الملك العراق الأول ملك فيصل الأول، لبسها جابوها لها البريطانيين بكرم الصلاح، ووراها لبسوها الباشرات نور سعيد أخو الخلف نرشيد باشرات، فصارت الصدارة تمثل البغدادي زي البغدادي. شرفنا بكم. اهلا وسهلا بكم. هذه برنامج يكفي استاذ شدت وعلى اجرك ايش قدميت